الو، كيفك؟ اهلين، مين؟ ما عرفتني، ما الحق بايدك تنساني. اهلين ساريا، انت لحالك ولا معك حدا؟ لا لحالي، بس عم اسوق. في شي ضروري؟ عرفتك على عالم ما كنت تحلم يقولوا لك مرحبا. 3 سنين وانا اخذتك من سهره لسهره، وبكل عدد نزل لك صورك وانت سهران مع اكبر عالم بالبلد، هنن ونسوانهم وبناتهم. صلى الله على هذيك الايام، بصراحه كانت احلى ايام. سبحان الله، تقولي كان حسنا قلبنا انه جايين على كل هالبلاوي، فكنا عم نحاول نفرح قبل ما ندخل بكل هالحزن. ولك انا يلي زرعتك زرع بروس الناس لحتى صرت طبيب الطبقه المخمليه. انت لولاي انا كنت لهلا بعيادة المرجع عم تضرب الناس ابر بوتوكس. هلا بدك تقلبي لي بدفاتر الماضي؟ شو كنت وشو صرت؟ بدك ياني اذكرك بتصرفاتك؟ بدك ياني اقول لك انه بعد 3 سنين الحب بيقلب غلاظة؟ انت يلي تغيرت معي. انا حبيتك ولهلا بحبك. بمناسبة الاعترافات الليلية الخطيرة، شو رأيك نسمع غنية أم كلثوم أنا وأنت ظلمنا الحب، أو غنية فات المعاد؟ لا بقلك، كتير أم كلثوم كتير بتفهم بالحب. بجوز ما بفهم بالحب، بس على الأقل بفهم بالطرب. هلأ أنت ليش مصرة أنه نحن نتخانق؟ ليش ما نصير أصدقاء؟ ما نصير أصدقاء أنا والجن الأزرق، ولا بسامحك على اللي عملته فيني. يا ساري، أنا لا كذبت عليكي ولا غلطت معك ولا كنت غامض بهالقصة. من أول علاقتنا ومن لما لمحتي لي بقصة الزواج، أنا كنت واضح وصريح معك وقلت لك إنه أنا مخر الزواج. يا ستي، ليش لحتى اتنين إذا فشلوا بالحب يتحولوا لأعداء ويشتموا بعض ويحكوا كلام قبيح مع بعض؟ ليش لحتى نخسر بعضنا كأصدقاء؟ كيف الطقس عندكم بالمريخ؟ ولك ما في شيء اسمه صداقة بين الرجال والمرأة. شفتي انك فهمان الدنيا غلط؟ شو يعني اذا صرنا اصدقاء رح نتقيد بالخطوط الحمراء؟ لا بالعكس، بامكاننا كل فتره وفتره اذا حبينا نجدد الايام الخوالي. نسمع اغنية ام كلثوم جددتي حبك ليه؟ بشر، ولا باحلامك تفكر فيها. طيب اسمعي، طالما عم نحكي بهالصراحه ونفضفض على اللي جواتنا، هاتي لشوف، مو انت اللي خليتيها لمايا الملاح ترفع لي الدعوة؟ ايه يا سيدي انا، واذا ما طلع منا شي بالمحكمة بكون كركبتك، ولسه رح كركبك اكتر واكتر، والقى اذا بتلقى. اذا ما بخليك تجي تبوس ايدي لسامحك ما بكون ساريه.